بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وعلى الهواء مباشرة من برنامج ليالي رمضان. ضيفي في هذه الحلقة من برنامج رمضان ليالي رمضان قائد المقاومة بجبهة ذي ناعم العمر بالبيضاء الشيخ محمد صالح الغنيمي. مرحبا بك شيخ محمد. يا حياكم الله. أهلا وسهلا. والناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمحافظة البيضاء ناصر الإعلامي. الناطق الرسمي للمجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء الأستاذ ناصر الشليلي. مرحبا بك. مرحبا بك وخواتم مباركة على الجميع. على الجميع. أناقش مع ضيفي الكريمين المقاومة الشعبية في البيضاء الصمود والتحديات التي تواجهها، وسنأخذ تقريرا عن هذا الموضوع أيضا في وقت لاحق. وبإمكان أيضا مشاهدينا متابعينا أن تشاركونا هذا الحديث من خلال الاتصال عبر الأرقام التي أو على الأرقام التي تظهر على الشاشة في وقت لاحق تباعا. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين، أهلا وسهلا بكما. حياك الله. لو أبدأ مع الشيخ محمد صالح النعيمي، وأنت قائد المقاومة الغنيمي عفوا، قائد المقاومة بجبهة ذي ناعم العمر بالبيضاء منذ أيام فقط وأنت هنا، مرحبا بك أولا. ونريد من خلالك ومن خلال أيضا الأستاذ ناصر الشليلي أن يعني نعرف، والمشاهد الكريم، وضع المقاومة الشعبية في البيضاء، كيف تصمد هذا الصمود الكبير رغم شحة الإمكانات. مرحبا بك، أهلا وسهلا، حدثنا عن جبهة ذي ناعم أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر قناة سهيل على التغطية الإعلامية في محافظة البيضاء وعلى استضافتنا في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. وبالنسبة لما ذكرت وهو تقرير عن محافظة البيضاء، سنأخذ التقرير في سياق الكلام، لكن موضوع الجبهة، جبهة ذي ناعم، كيف أنت أحد قادتها؟ نعم. لو في لمحة سريعة كيف نشأت ومدى تأثيرها اليوم؟ الحمد لله، نشأت جبهة ذي ناعم منذ بداية وصول الميليشيات الحوثية إلى المحافظة وتصدت لها، وقاموا رجال المديرية بالمقاومة حتى حصل يعني الشيء الأكبر وهو اعتداء الميليشيات الحوثية على إخواني وقتل أربعة وإصابة الخامس. أربعة من إخوانك؟ أربعة من إخواني استشهدوا باعتداء غاشم بدون أن يوصلوا معهم إلى أي يعني مواجهات ولا شيء. خرجوا بالسيارة حقي نوع شاص واعتدوا عليهم خارج القرية وقتلوا أربعة واصطاب الخامس. وخرجت بنفس اليوم، تقاتلت أنا وهم وقتلت عليهم واحد، وأخواني قد قتلوا اثنين في وقت الاشتباكات. ومنها تقوت الجبهة وانضمينا وخرجنا في مكان واضح وظاهر. أول كنا نقاوم بالسر، لكن بعد أن أصبنا بهذا المصاب الجل خرجنا إلى الجبال وكوننا جبهة مفتوحة ومعترف فيها وواضحة حتى أمام العدو. واستمرينا بفضل الله بقتالنا للرافضة والصفوية، وكان كله هدفنا الدفاع عن الدين وعن السنة. ولم نكن يعني نستقبل الأوامر من أي جهة كانت، لم يكن معنا اتصال فعلا مع شرعية ولا مع أي حزب ولا مع، كان منا مجموعة خرجنا بفضل الله وكوننا أنفسنا أول شيء من ذات أنفسنا. وبعد هذا الحمد لله يعني تطورت مقاومتنا ب الغنائم الذي نغنمها على العدو من المواقع الذي ندهمها فيها في جبهة ذي ناعم. ولم يقصر معنا أخواننا المغتربين من أبناء المديرية، تواصلوا معنا ودعمونا حتى تواصل يعني حربنا ضد الرافضة. وانتقلنا للمشاركة في معركة باب المندب، وشاركنا في معركة باب المندب وبفضل الله حصلنا على غنائم تمدنا لقتال الرافضة في محافظة البيضاء. ونحن مقصدنا ليس ذي ناعم وحزب، إنما البيضاء واليمن عامة، واستئصال هذه يعني الطائفة الجرثومة الذي جت تغزي اليمن. واستمرنا يمكن حول 5 شهور ونحن نقاتلهم من الدعم الذاتي
ومن الغنائم الذي نغنمها منهم. أه. يعني إذن تشكلت الآن جبهة ذي ناعم وأصبحت أكثر تماسكا عن ذي قبل. سأخذ أيضا معك ومع ضيفي الأستاذ ناصر الشليلي ما يتعلق بالمقاومة في البيضاء بشكل عام، لأنه نريد أن نحيط بها من كل الجوانب، ونحاول أيضا أن نستوفي أيضا محاولة النظر إليها. لكن التقرير التالي مشاهدين الكرام يسلط الضوء على مقاومة البيضاء وصمودها رغم ضعف الإمكانيات. نتابع ثم نعود. أيام سوداء للحوثيين في البيضاء، وبياض نصر يصنعه أبناء المحافظة التي أنهكت الحوثيين ومرتزقت المخلوع طويلا. غابت البيضاء عن الإعلام أحيانا، لكن أبطالها المقاومين لم يغيبوا يوما عن ميدان مواجهة الانقلاب، لتصبح البيضاء ثقبا أسودا يبتلع مزيدا من حتاد الانقلابيين وأعدادهم. آخر صور البطولة الناصعة سجلها أبناء البيضاء المقاومون الذين استعادوا السيطرة أمس على مبنى مديرية القريشية بعد معارك عنيفة مع الحوثيين الذين كانت لهم السيطرة هناك. استمرار الحوثيين في نقضهم كل هدنة واعتدائهم على الجميع دفع المقاومين للرد على الاعتداءات بهجمات مباغتة عقبتها اشتباكات بمختلف الأسلحة، لتكون إحدى النتائج على الأرض سيطرة رجال المقاومة بشكل كلي على مبنى مديرية القريشية في منطقة الزوب، مع استمرار التقدم في مواقع وجبهات أخرى. تلقى الحوثيون الهزيمة، فجاء ردهم كالعادة مزيدا من القصف بصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على القرى، مع استمرار الاشتباكات في أكثر من جبهة في قيفة ردع. وإذا كان المؤكد أن الانتصارات الأخيرة في البيضاء هي النتيجة الحتمية لصمود شعب في وجه ميليشيا، فإن المؤكد أيضا أن يوم النصر المكتمل بات قريبا، خصوصا وأن الحوثيين يحفرون قبرهم بأيديهم من خلال جرائم يندى لها جبين الإنسانية، جرائم كان من آخرها قنص مسن تجاوز 70 من عمره في قرية الزوب بالبيضاء، لتخط دماء المسن المظلوم محمد العنقزي مع أبطال البيضاء المقاومين قصة نصر الأمس بعد يومين فقط من التحاقه برقب شهداء البيضاء في زمن الانقلاب الأسود. شكرا لزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. مرحبا بكم مشاهدينا، ومرحبا بضيفي الكريمين الشيخ محمد صالح الغنيمي قائد المقاومة بجبهة ذي ناعم آل عمر بالبيضاء، والأستاذ ناصر الشليلي الناطق الرسمي للمجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء. مرحبا بضيفي الكريمين. لعلي أتي إليك أستاذ ناصر. إذن مقاومة ذي ناعم الآن وضعنا الشيخ محمد على كيف تشكلت وكيف هي حالها الآن. المقاومة في ذي ناعم أين هي أيضا في بقية المديريات أو المناطق في البيضاء؟ في البداية مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام، وشكرا لهذه الاستضافة. وأيضا في بداية اللقاء هذا أرحب بالأخ القائد أبو جبر الغنيمي في هذا اللقاء. وفقط للتعليق على ما طرحه الأخ أبو جبر الغنيمي من زوايا مختلفة، أولا لنعلم لماذا جاءت المقاومة. جاءت المقاومة، انظر بتبسيط الأمور لنضع الأمور في نصابها، اعتدوا على إخوانه، قتلوا منهم 4 دون ذنب دون جريرة، يقتلون إخوانه ويريدوا أن ينهبوا ممتلكاتهم. كانت المقاومة كما قال الأخ أبو جبر عمليات بسيطة، لأن محافظة البيضاء بطبعها ترفض هذه الجماعات منذ أن وطأت أقدامها في بلاد قيفة، وهي كانت في بداية دخول هذه الجماعات كانت بداية المقاومة والشرارة الأولى انطلقت في بلاد قيفة. هنا لنضع الأمور في نصابها، يقتلون 4 من إخوانه، فينطلق الأخ أبو جبر ومعه أبطال المقاومة للمواجهة المستمرة، وتفتح جبهة جديدة هي جبهة ذي ناعم. الشيء الآخر، الجبهات المتعددة والمختلفة في المحافظة إذا أردنا أن نضع أن نسلط الضوء عليها، وكما يعلم الأخ أبو جبر هي كانت في البداية في قيفة في منطقة المناسع وخبزة وحاليا في منطقة الزوب، وبعد أن سيطرت هذه الميليشيا ومعها قوات المخلوع صالح على منطقة قيفة، وبعد ذلك تحركت باتجاه المناطق الأخرى في محافظة البيضاء، تشكلت أيضا جبهة ذي ناعم وجبهة طياب
وجبهة ذي ناعم وطياب قريبات جدا من بعضهما، وبعد ذلك تشكلت جبهة الحميقان. اليوم هناك جبهات أخرى في الصومعة، وهناك أيضا عمليات نوعية في كثير من مديريات المحافظة. الذي أريد أن أؤكد عليه أنه سواء كانت هناك جبهات مفتوحة في المواجهة المستمرة والواضحة للعلن مع هذه العصابة، أو كانت هناك عمليات نوعية في بقية المديريات، إلا أن الرفض الشعبي لهذه العصابة يندرج تحت أشياء كثيرة وأسباب كثيرة، لعل أهمها أن هذه عصابة انقلابية جاءت تنقلب على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وجاءت لتحتل بقية المحافظات لغرض فرض نظامها وحكمها على الآخرين وادعائها الحق الإلهي في الحكم، وهذا الشيء لم يعد أحد في اليمن يقبل به. وطبعا نحن نعرف أن محافظة البيضاء هي محافظة دائما متصدرة للدفاع عن الجمهورية، وقدرنا في محافظة البيضاء. هل ترى أنها متصدرة الآن بالقدر الكافي عن الدفاع عن الجمهورية؟ هي منذ قيام ثورة 26 سبتمبر ومحافظة البيضاء تتصدر المشهد في الدفاع عن الجمهورية، واليوم أبناء محافظة البيضاء في كل الجبهات قبل دخول هذه العصابة وفي جبهات. لكن لا يبدو أن هناك اهتمام كبير في المحافظة. سنأتي إلى هذا الموضوع، لكن أردت فقط أن أضعك في الصورة العامة. صحيح. لما يحدث في محافظة تاريخيا البيضاء. فعلا محافظة البيضاء يعني تصدرت المشهد في الدفاع عن الثورة والجمهورية. أعود إليك شيخ محمد فيما يتعلق بجبهتنا الآن، يعني آخر الأخبار والانتصارات والمعارك في هذه الجبهة وفي غيرها من الجبهات، كونك أيضا قيادي في المقاومة. الانتصارات مستمرة بفضل الله في جميع جبهات البيضاء، والإعلام يتابع وينظر ما يدور في المحافظة. وآخر الانتصارات في جبهة ذي ناعم قتل عدة قيادات، وآخر عملية الذي قتل فيها قيادي أبو هلال في نقطة الشاذبين بقصف من أبناء من أفراد المقاومة بعيار 12/7، وهجومات مستمرة وتفجير أطقم، ويعني قنص، يعني يعتمدون على العمليات النوعية. عمليات نوعية ومواجهات في يعني خط نار. نحن المسافة الذي في معانا في ذي ناعم يعني من مقدمة العدو ومقدمة المقاومة يعني مسافة حوالي 500 متر، والقنص يتم بالسلاح الكلاشينكوف. ما عاد حاجة نستخدم القناصات، لكن ضحينا بسبب قرب المسافة، ضحينا بغالبية كثير من الشباب بسبب قرب المسافة، لأن إذا انسحبنا من هذه الأماكن سيوصلون إلى منازل يعني قياديين في المقاومة في الجهة الذي لم يوصلوا إليها، ومنها تكون الأضرار كبيرة. طيب يعني هذه التضحيات الآن وهذه الجهود، المقاومة إلى أي مدى تم الآن إمدادها، إسعافها، محاولة يعني إردافها بأي شيء؟ لم يتم إسعافها بأي شيء حتى الآن. المقاومة تعاني إلى حد الآن. لحن في البداية قلت لك بعد 5 أشهر يعني قاومت المقاومة من يعني مجهودها الذاتي ومن المغتربين والغنائم الذي نأخذها على العدو، يعني من الله علينا باعتراف التحالف عن طريق الإماراتيين، وعطونا دعم ذاتي لما قدمناه معهم في باب المندب. أعطونا دعم ذاتي، وكان دعم يخص أبناء ذي ناعم الذين شاركوا في جبهة يعني في معركة باب المندب. ولكن نحن لم نقتصر الدعم ونذهب به إلى جبهة ذي ناعم وحسب، لكن أخذنا الدعم الذي أتانا من الإماراتيين ووزعناه على جميع جبهات البيضاء وخاصة الشرقية، الجبهات الشرقية اللي آل حميقان وطياب ومكيراس والصومعة حينها. وكان أملنا كيف أن نلم الشمل ونوحد الكلمة ويكون عملنا عمل تحرير للمحافظة بشكل عام. لم نتطرق إلى بس ذي ناعم وبس، يعني أتانا شيء نسين فيه ذي ناعم. سرنا ونوحد الصف ودعينا، وكلامي شاهد علي أني دعيت إلى لم الصف مع أبناء يافع
ومع أبناء عدن وأبناء أبين وأبناء لودر من السلفيين وغيرهم من الرجال الذين قوموا معنا في معركة باب المندب. دعيتهم حسب ما تواصلنا نحن اليوم في المعركة وقلنا نحن نبغاكم تطلعوا معنا علشان نحرر المحافظة. سعينا إلى توحيد الكلمة وإلى لم الصف، ووصلنا عند الإماراتي وقال لي إيش المطلوب، إيش تبغى؟ عادك تبغى تقاتل بعد إصابات وبعد؟ قلت أبغى هذا. أعطاني الدعم وطلب مني الرسم خطة لتحرير المحافظة. التحالف ما عنده مشكلة، التحالف يبغى يحرر. وعندما جينا قال ما عندي البيضة، ليس في خطتنا لأن يمكن معهم كل جهة تمسك مكان، بس قال لي ارسم الخطة وشوف لي المواقع وأنا معك وبعد دعمك بالدعم اللي تبغاه. أنا خرجت أبحث عن قادات الجبهات الشرفاء الذين يعني همهم كيف نحرر المحافظة. جئت أنا أول بعض الشباب من القادة ودخلت أنا وياهم مرة أخرى إلى عند القائد الإماراتي وسلمت الأمور، قلت هذولا من يقود المحافظة. قال لي ليش تأخرت؟ إيش سبب تأخرك؟ إني تأخرت لما شفت. قلت هذولا ومنهم المحافظ نايف القيسي وأبو سعود المشتلي قائد. يعني حاولتم أن تشكلوا جبهة، أن نكون متوحدين وتكتل قوي. نعم. مقاوم. والحمد لله بعدها، بس ما أدري إيش السبب. عندما يعني طرح علي الرأي قال ارجع لي في وقت آخر ورجعت له. يعني يمكن الأمور كانت الأمور طيبة تسعى على الأيام القادمة. أنا أبغى الإشي اللي بعد ما وصلنا إلى هذا يعني الشيء الذي كنا نتمناه، وطلب مني أن أتي له أبناء مدير ذي نعم يعسكرهم وفعلا عسكرهم وطلع عندكم على القناة وبعد تخريجهم، وكان يعني متوجه إلى دعم البيضاء وتحريرها من الإنقلابيين. لكن تأخر ربما الموضوع، سنأتي إلى تفاصيل مثل هذه. وإذا أهم شيء أن تكون المقاومة موحدة، وما قمت به جهد ليس بالسهل في توحيد المقاومة. تعليقك على ما قال الأستاذ محمد صالح الغنيمي وفي التحديد مسألة تجميع المقاومة، أنت أشرت إلى أنها متفرقة ما بين قيفة وهذا هو الواقع، لكن هناك الأهمية تكمن في تجميع هذه المقاومة. هناك فرق في العبارات حتى لا يفهم الآخرون ما نقوله على بالخطأ. هي متفرقة جغرافيا لأنها في مناطق متباعدة، هي في قيفة، وأنت تعلم أنها هناك مسافة من قيفة إلى ذي نعم، هناك مسافة من ذي نعم إلى الحميقان، لكنها كجبهات مقاومة هم على تواصل، والأخ أبو جبر يعلم ذلك، هم على تواصل مستمر مع بعضهم البعض. الجبهات في محافظة البيضاء ما فتحت إلا من أجل أن يستمر النضال وأن يستمر هذا الزخم لدى أبناء المحافظة، لأنهم أرادوا أن تتحرر محافظتهم. للأسف الشديد هم الآن يقاتلون بجهود ذاتية بدعم ذاتي. هناك تبرعات للمغتربين، والأخ جبر ممكن أبو جبر ممكن أن يفيد في هذا الموضوع. هناك تبرعات للمغتربين، هناك وسائل أخرى يتبعها الأخوة في الجبهات، بعضهم يبيع أشياء سيارة وما إلى ذلك من أجل يوفر سيارته الشخصية. وبعضهم وصل إلى درجة أنه يبيع ذهب من أجل أن يوفر أسلحة أو رصاص لأفراد المقاومة. ولكن في الأخير جبهات المقاومة على تواصل مستمر، نعلم كل العلم ونحن على ثقة تامة من أن التحالف يدرك أهمية محافظة البيضاء، لأنه خلال سنة ونصف للأسف الشديد من المعارك المستمرة مع هذه الميليشيا، والكل يعلم حجم الخسائر التي ألحقتها جبهات المقاومة في محافظة البيضاء بميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. الكل يعلم، الكثير يعلم أن محافظة البيضاء أسميت الثقب الأسود نظرا لما تعانيه هذه الميليشيا من وما تقدمه من خسائر بشكل يومي في مختلف الجبهات. ولذلك قيادة الشرعية وقيادة التحالف نحن على ثقة تامة بأنهم يدركون أهمية محافظة البيضاء. ولعلي لا أبالغ أن قلت، وأنا قد قلت هذا في بداية كلامي عندما وصلت إلى هنا،
قبل 6 أشهر أن الطريق إلى صنعاء يبدأ من محافظة البيضاء. محافظة البيضاء تقع في قلب اليمن، محافظة البيضاء حدودية مع 4 محافظات جنوبية ومع 4 محافظات شمالية. محافظة البيضاء وصلت المقاومة والجيش الوطني إلى حدود محافظة البيضاء من كل الجهات، وصل إلى يافع، والأخ أبو جبر يعلم ذلك، الجيش الوطني والمقاومة، وحررت المنطقة في هذا الجهة، وصلت إلى لودر وحررت المنطقة. واليوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بيحان يقاتلوا في شبوة، محافظة شبوة، وهم على حدود محافظة البيضاء. وأيضا الجبهة في مأرب هي أيضا حدودية مع محافظة البيضاء في منطقة الوهبية، في منطقة العبدية، وصل الجيش إلى منطقة العبدية وإلى منطقة مراد، وهي كلها مناطق محيطة بمحافظة البيضاء. وبقيت محافظة البيضاء، بقي أبناء البيضاء ينتظروا وصول جيش وطني للمشاركة في تحرير المحافظة. وأيضا بقيت جبهات المقاومة، وهذا أحد قيادات المقاومة بإمكانك أن تسأله، وبإمكانكم أن تسألوا أي أحد من قادات الجبهات خلال 1.5 عام، ما هو الدعم الذي وصل لهذه الجبهات؟ ما هو الشيء الذي وصل من أجل أن يحفز أبناء هذه المحافظة للاستمرار في القتال؟ عندما تقاتل بمجهود ذاتي وتستمر لمدة 1.5 عام وأنت تقاتل وتصمد وتكبد ميليشيا العدو خسائر فادحة في الأموال وفي العتاد وفي الأرواح دون أن يكون لك دعم واضح وسخي من أجل هذه المواجهة، فهناك أكثر من علامة استفهام. طيب هناك من قد يرى بأن مسألة الدعم كلما جاءت لمجالس موحدة ومقاومة يعني تشكلت بشكل بأشكالها المعروفة، مجلس، كلما سهل دعم مثل هذه المجالس، بينما تتفرق أو ربما يتفرق الدعم لتفرق مراكز المقاومة. هل بذل، والسؤال هنا للشيخ محمد صالح، بذلت جهود، تابعنا هناك جهود بذلت للتنسيق بين المقاومة وتشكيل مجالس للمقاومة، لكن أغلبها لم يعني يحالفه النجاح، باعتقادك لماذا؟ لأن هناك أشخاص لم يعني قايمين على زمام أمور المحافظة لا يبغوا توحيد المحافظة، هم بالكلام يبغوا توحد، هذا بالهرج والكلام والعلم، هذا نحن ندعي إلى توحيد، ندعونا توحيد، لكن أنا بقولها وأنا مسؤول عن كلامي حسب ما قد طالبت وقد سعيت إلى توحيد الجبهات، إلا أن هناك من يعني يدير زمام الأمور في البيضاء سواء هنا في المملكة أو في اليمن، فإنهم هم سبب يمنيين من يقولون من يدعون إنهم المقاومة، ومن يدعون إنهم يعني هم الذي يديروا أمور المحافظة المقاومة، ومن يتبنوا عمل الشرفاء في الميدان، هم سبب تأخير لم شمل المقاومة وتوحيد صفها ويعني توحيد عملها، حيث إنهم في الآونة الأخيرة سعوا إلى تشكيل يعني عمل سياسي ما أدري إيش يخدمهم في أي مجال لتشتيت صفوف الميدانيين الصادقين اللي في الميدان. أول شيء لم يقدموا لهم أي خدمة، ولم يسعوا معهم، ولم حتى يحسسوهم أنهم واقفين، وفي نفس الوقت هم السبب. لحنا لا نقول أن لها أي سبب ثاني، مخترقين لحنا، لأننا نعرف أننا نقاتل انقلابيين وناس يخضعوا عادهم للنظام السابق وللميليشيات الحوثية، وعاد معهم يعني خط رجعة، معهم ناس مدسوسين ومدسوسين داخل القيادات. إذا صدقت قيادات الجبهات في محافظة البيضاء صدقوا مع بعضهم البعض وعرفت الشرعية، أنا سبق وأن رحت إلى المنطقة الثالثة وتكلمت مع اللواء عبد الرب الشدادي، وتكلمت مع المحافظ نايف القيسي، وتكلمت مع أركان حرب محور البيضاء، ومع عمليات محور البيضاء، ومع يعني القيادات العسكرية الذي يعني عن طريقهم سيتم تحرير البيضاء. قلت يا جماعة الخير بجاه الله أنا أطلب منكم طلب أنكم تجمعوا جميع القيادات في جبهات المحافظة مع القيادات العسكرية الخاضعة للشرعية، مع محافظ المحافظة، مع أركان حرب وقيادة حرب وعمليات حرب اللواء حرب يعني أركان حرب المحافظة على المحور محور البيضاء، ومع القيادة وعمليات وأركان اللواء 117 الذي هو متوجه إلى البيضاء، ويقعدوا ويجلسوا ويشوفوا يدرسوا أمور المحافظة. ما هو بس يدرسوها
عصابة أو أشخاص، يعني كأن البيضة بيضاهم بس، كأن البيضة لهذه الأشخاص، البيضة يحمل همها جميع أبناء البيضة. فمتى ما توحدت الكلمة ويعني صار الهم هم الجميع، فأعرف أنه بنتوحد في ليل ويوم، وإن كان العمل بس يصلح الناس يعني عمل ذاتي، حتى وإن كانوا ينجحوا العمل، هؤلاء الذين يسعوا إلى يعني البعد عن الناس وعن من يسعى إلى توحيد الصف، ويفكروا أنهم عن طريقهم بيكون التحرير وعن طريقهم بيلتم الصف. فأنا بقول لهم لا يتعبوا نفوسهم، لا يتعب نفسه ما دام وعاد ما أخذ رأي الجميع وما اتحد مع الناس الشرفاء الصادقين. أنا يعني أدعوهم إلى لم الصف ولا يتجاهلوا أحد. التسابق تجاهل لا واضح، وواضح أنه يعني حتى الآن لم تنجح التشكيلات ومحاولات تقريب وجهات النظر، لكن العجيب أنه التسابق هنا هو تسابق على الموت. يعني لا أحد يبحث حتى الآن عن غنائم، كل واحد يريد أن يضحي، كل واحد يريد أن يقدم. ولذلك هذه من أهم الإشكاليات الموجودة في جبهة البيضاء، أن الآراء مختلفة وهناك أيضا تبادل الاتهامات. سأكمل الموضوع معكم بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود من بعده لإكمال حوارنا مع ضيفينا الكريمين حول مقاومة البيضاء، الصمود والتحديات. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنتحدث عن مقاومة البيضاء، الصمود والتحديات. طبعا كان هناك اتصالات أو حاول بعض متابعينا أن يتواصلوا معنا عبر برنامج مستقبل الوطن ليشاركونا هذا الموضوع، لكن طبيعة النقاش أخرت الآن بإمكان من يريد أن يشاركنا أن يتواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة. أجدد الترحيب بالشيخ محمد صالح الغنيمي قائد المقاومة بجبهة ذي ناعم آل عمر بالبيضاء، والأستاذ ناصر الشليلي الناطق الرسمي للمجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء. مرحبا بضيفي الكريمين. مرحبا. أتي إليك أستاذ ناصر فيما يتعلق ب يبدو أنها إشكالية لكنها لا تعتبر معضلة، مسألة توحيد جبهات المقاومة في مأرب، لكن اسمح لي أترك فرصة البيضة. أيضا للمشاهد البيضاء، اسمح لي أترك فرصة للمشاهد ليشاركنا معنا هذا الحوار. من معنا؟ نايف أبو زيد. مرحبا أبو نايف أبو زيد، أهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحييك. رأيك في موضوع اليوم؟ كيف أخذ مخي؟ طيبين. أهلا وسهلا، تفضل. أشكركم وأشكر قناتكم قناة سهيل على هذا البث المباشر، وأشكر أخي القائد أبو جبر الغنيمي، وأشكر الشيخ ناصر الشليلي، وكما أن قد كفوا ووفوا في الكلام، ولا نقول فيهم إلا كل خير وجزاهم الله خير، ما قصروا. ولكن أخي الكريم، نريد أن نرسل رسالة إلى الروافض هؤلاء المجوس، ونقول لهم أن هذه المحافظة بيضاء كما هي بيضاء وتظل بيضاء إن شاء الله، و نقول لكل من سولت له نفسه أن ينتهد من هذه المحافظة، أن لقد خسرناهم جميع الخسائر في العتاد وفي الأرواح، وسنطاردهم، وسيأتي هذا اليوم ونطاردهم إلى مران كما أتوا إلى محافظتنا، وهذه المحافظة هي محافظة بيضاء كما هي، وستظل إن شاء الله بيضاء كما اسمها. وأشكركم على الدور الفعال الذي قمتم فيه، وأشكر القائد المغوار البطل. شكرا لك. طبعا مشاركينا لديهم دقيقة واحدة يدلون بأفكارهم. شكرا لك أبو نايف. أعدل نأخذ أيضا أبو سالم، تفضل أبو سالم. مرحبا بك، رأيك في موضوع مقاومة البيضاء والجهود والتضحيات التي يبذلها، سنعود إليك أستاذ. تفضل تفضل، نحن نسمعك، خذ وقتك سريعا. أبو صالح، أبو سالم،
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ابدأ بالحديث سريعا، خذ وقتك. الحي كل جبهات والحي أهل البيضة في مقاومتهم، بس الخونة بنا في العفاشيين. نعم نعم. واصل أبو سالم. أقول لك من شأن العفاشيين أكثر من الحوثيين. الحوثيين وإحنا نشكر البيضة وكل مقاوم في الجمهورية اليمنية. الحين مقاومة البيضة وكل مقاومة في أنحاء الجمهورية اليمنية. أي شكرا أبو سالم، انتهى الوقت. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ ناصر عفوا، لتوضح سؤالنا الذي كنا طرحناه فيما يتعلق بلملمة صف المقاومة. أولا قبل الفاصل كان الأخ العزيز أبو جبر الغنيمي تكرم مشكورا بطرح بعض الهموم. كلنا يعلم أن الأخ محمد صالح الغنيمي قائد جبهة ذي ناعم جاء من الميدان، وزي ما قال المثل، اليد في الماء مش زي اليد في النار، وليس ومن سمع ليس كمن رأى. ما طرحه طرحه ناتج عن حرقة وعن ألم شديد، لأنهم الأخوة في الجبهات يقدمون التضحيات بشكل يومي ويعانوا من غياب الدعم ومن غياب، قد ربما أن هناك ضعف في عملية التنسيق بين الأخوة قادة الجبهات، لكن هذا لا يعني أن هناك انقطاع، والأخ أبو جبر يعلم ذلك، أن هناك تواصل شبه مستمر بين قادة الجبهات. ما طرحه الأخ أبو جبر نحن نؤكد عليه بخصوص أن يكون هناك تنسيق مشترك بين القيادة العسكرية، وخصوصا فيما يخص اللواء 117 الذي يتم تجهيزه للمشاركة في عملية تحرير محافظة البيضاء، ومعظم الأفراد المنتسبين لهذا اللواء هم من أبناء محافظة البيضاء حتى لا يفوتني هذا الموضوع. أن يكون هناك تنسيق بين هذه القيادة العسكرية مع قيادة التحالف ومع رئاسة هيئة الأركان المتواجدين في الجبهات ومع السلطة المحلية في المحافظة، بحيث أن يخرجوا بتصور موحد وشامل. أنا حد علمي أن هناك خطة وضعت مع هذه القيادات العسكرية، وكان قائد اللواء قبل فترة موجود هنا، التقى برئيس هيئة الأركان والتقى بقيادات العسكرية في التحالف، ووضعت خطة للمشاركة في عملية التحرير. نحن إذا أردنا أن نسأل فالسؤال الذي يضع نفسه، وحتى لا يتهمنا الآخرون بأننا لا نتكلم بمعاناة الأبطال الذين يقدمون التضحيات الكبيرة، السؤال الذي يضع نفسه لماذا التأخر؟ لماذا يتأخر تحرك هذا اللواء للمشاركة والالتحام مع الأبطال في الجبهات؟ أنا على ثقة قد يجاب على هذا التساؤل من خلال متابعة الإعلاميين، لأنه هناك إجراءات تجري في الميدان، وهو نفسه ما يحدث مثلا في جبهة ميدي، في جبهة تعز، في غيرها من الجبهات، يعني استراتيجية عامة ربما يصير فيها التحالف. أولا أنا على ثقة بأن الأخوة قادة الجبهات الذين هم الآن موجودين في الجبهات على استعداد كامل للترحيب بوصول الجيش الوطني والانخراط مع الجيش الوطني في عملية التحرير. ليس لدى قادة الجبهات أي مشكلة في ذلك. هم يريدوا، هم صمدوا لمدة عام ونصف بجهود ذاتية، فتخيل لو جاء الجيش الوطني سيكون مدعوم بالآليات والمعدات اللازمة للعملية الحسم العسكري في المحافظة، سيجد هذا الجيش كل الترحيب وكل وكل الإمكانات متاحة من أجل أن تنخرط جبهات المقاومة مع هذا الجيش. ما نريده باختصار هو أن يستمر هذا التواصل مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ومع قيادة القادة في الجبهات، ونتمنى أن لا ينقطع التواصل بين بينهم. وكلما لعبت الحكومة والسلطة المحلية في لم شمل المقاومة والتحالف أيضا، كلما استطاعوا، كلما كانت الجهود بالتأكيد أكثر نجاحا وإيجابية. سأتي إليك شيخ ناصر، اسمح لي هنا أشرك معي أيضا محمد سالم وهو أحد متابعينا. مرحبا بك سيد محمد، تفضل، ما رأيك في مقاومة البيضاء والانتصارات التي تحققها وشحة الإمكانات والدعم التي تعاني منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا أخي الكريم، أحييك وأحيي قناة سهيل أولا، وأحييك شخصيا على ما تقدمه. مرحبا. ثانيا أحيي ضيفيك الكريمين لاعتبران رمزا رموز المقاومة.
الرسالة التي أود أوجهها لل يعني للشعب اليمني، يعني الحمد لله محافظة البيضاء غير قابلة لل يعني جغرافيا وأرض وإنسان غير قابل لل الاحتلال الميليشي. فأود أوجه رسالة إلى ضيفيك الكريمين وإلى القيادة عموما بأن عليهم التنسيق فيما بينهم فقط، وطلب الدعم من التحالف. هذا ما أردت أن أقوله، وشكرا. شكرا لك محمد سالم. إذن هناك جهود تبذل وما زالت وستتكلل هذه الجهود بالنجاح، ومع ذلك المقاومة تحقق انتصارات، ويعني آخرها وصل هنا الأستاذ محمد صالح فيما يتعلق بالسيطرة على مركز مديرية القرشية في محافظة البيضاء. تفاصيل حول هذه العملية وكيف تم السيطرة، ربما هناك أنباء أيضا عن انسحابهم، لماذا؟ ابن قيفة رجال ويسطرون أروع المعارك والملاهم. العملية الذي عملوها هذه لا يعني لا يجهلهم من يتكلم عنهم ولا من يذكرهم. أبناء قيفة تسطيرهم لأروع الملاحم الذي يخوضوها هذا بإرادة شخصية من أبناء قيفة، وينقص أبناء قيفة بس الدعم، خاصة قيفة هم رواد المقاومة في محافظة البيضاء، ونقدم لهم والشكر فيهم قليل في أبناء قيفة لأنهم من أشرس وأنبل وأشرف الرجال اليمن. وبالنسبة لانتصاراتهم وانسحابهم، هو انتصار للمقاومة بشكل عام، انتصار للمقاومة بشكل عام في المحافظة أكيد. لأبناء قيفة السبب، أنا كلنا سواء البيضاء بشكل عام وقيفة بشكل خاص تفرجت عليهم الشرعية بزيادة على اللازم. نحن ندعو الشرعية بالنظر بداية إلى أبناء قيفة وهم في الخط الأول من أبناء البيضاء، لأنهم أكثر من عانوا. صح أن عانينا وعانت جميع الجبهات، لكن مثل قيفة لا، ونشهد على أنفسنا مثل أبناء قيفة لم نضحي ونعاني بقد ما ضحوا وعانوا. وأبناء قيفة على مر التاريخ رجال وبواسل وشجعان ومن أشجع رجال البيضاء. هذا ما أريد أن أقوله في موضوع قيفة. طيب أستاذ ناصر، تفاصيل أيضا معركة القرشية، ما الهدف من وصول المقاومة إلى مركز المديرية ثم أيضا الانسحاب؟ الكل يعلم أن هذه المقاومة في قيفة أو في غيرها من جبهات محافظة البيضاء تواجه آلة عسكرية كبيرة. الكل يعلم أن الميليشيا الحوثية والمخلوع صالح لديها من العتاد العسكري المهول ما يعجز الإنسان عن وصفه، وكلنا يعلم ذلك. وأبناء قيفة عندما يدخلون إلى مركز مديرية القريشية بالبنادق بالكلاشينكوف ويقتحموا المركز في مواجهة الدبابة والمدرعة، يقتحموا المركز ويسيطروا عليه لعدة ساعات وينسحبوا، فهذه رسالة واضحة بأن أبناء قيفة الأبطال الأشاوس الميامين الذين واجهوا هذه الميليشيا منذ أول يوم ومستمرين في المواجهة، أنهم قادرين أن يسطروا انتصارات بأبسط الإمكانيات. هي رسالة، هي رسالة للتحالف، هي رسالة للشرعية، بإمكانكم أن تدعموا المقاومة وسيحققون النجاح. لأننا بأبسط الإمكانيات نستطيع أن نحقق أعظم الانتصارات. وانسحابهم هو حفاظا على أبنائهم وعلى الأبطال، لأنه لا يمكن أن أي قائد جبهة في أي منطقة أن يذهب بالأبطال إلى المحرقة، هو يحقق الهدف ومن ثم ينسحب. لكن لو توفر لهؤلاء الأبطال سواء في جبهة ذي نعم أو في جبهة الزهراء الحميقان أو في طياب أو في قيفة، لو توفر لهم الإمكانيات انظر ماذا سيصنعوا إذا كانوا صنعوا ذلك ببنادق شخصية في إطار العملية التكتيكية بالطبع التي يقومون بها. سأتي لك شيخ محمد، فقط أشرك معي محمد العمري وهو واحد من متابعينا. مرحبا محمد العمري، مرحبا بك محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا أخي الكريم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، ونقدم شكرنا لمقاومة البيضاء بشكل عام في قيفة وذي نعم وطياب الزهر. سؤال أحب أن أوجهه للقائد أبو جبر الغنيمي، ماذا قدمت لكم الشرعية خلال هذه الفترة
فترة سنة ونصف وأنت تقومون في الميدان، فنحب من أن نسمع من القائد الجواب، وهل تطرق الجيش بإدراج الأفراد المقاومة إلى الجيش؟ وشكرا لك أخي العزيز. شكرا لك، السؤال في غاية الأهمية. طيب نأخذ أيضا ناصر الحارثي. مرحبا بك ناصر، تفضل. أهلا بك، كيف الأحوال؟ مرحبا، تفضل. حياكم الله. أول شيء نهني أهل اليمن. أهلا وسهلا، تفضل. خذ دقيقتك. أتمنى لهم الخير والنصر والتوفيق. مرحبا. نعم، في مقاومة البيضاء والصمود الذي تحققه والانتصارات رغم ضعف الإمكانيات، تعليقك. والله نتمنى لهم التوفيق والتوفيق، ونقول كافة قبائل البيضاء، القبائل الأبطال، قبائل جيفة، وكافة قبائل البيضاء يشدون عزومهم ويطردون ملك المجوس وأذناب علي عبد الله صالح. إذن شكرا جزيلا لك ناصر، أشكرك لمداخلتك. أعود لك شيخ محمد صالح فيما يتعلق بسؤال الأخ. أنت أجبت إليه بخصوص دعم الشرعية، وأشرت إلى أنه لم يصل الدعم بذلك القدر الكافي، وهناك جهود فردية هي التي تقوم بالدعم، لكن سؤاله الأهم فيما يتعلق بأفراد المقاومة، هل تم يعني إدراجهم واستيعابهم ضمن الجيش الوطني؟ الحمد لله، بفضل الله رفعنا الكشوفات والمذكرات إلى جميع الجهات المختصة من الشرعية، حيث مسبقا وحاليا ومنذ أشهر وهم يطالبون يعني طلبون الكشوفات، ورفعنا الكشوفات إلى المنطقة الرابعة الممثلة وبقيادة اللواء عبد الرب الشدادي الله يحفظه، وإلى محافظ المحافظة نايف صالح القيسي، وإلى محور البيضاء، وإلى اللواء 117. رفعنا لهم الكشوفات و عملنا وكل جهدنا وكل عملنا كيف انها لا تضيع حقوق افراد المقاومه، هذا كل ما نسعى اليه. نحن رفعنا، وعلى الشرعيه ان تكمل ما رفعناه. يعني جيد. اللي نبحث عنه ما الذي كنت تريد ان تشير اليه ايضا في تعليقك؟ اريد ان اشير اليه من هجوم المقاومه الى يعني مركز القريشيه وانسحابهم، هذا حاجة واضحة وضوح الشمس زي ما تطرق لها الأخ ناصر الله يحفظه. دائما نحن نهجم وعندنا استعداد أن نهجم ونسقط المديرية، سواء كما فعلوا أبناء قيفة، نحن عندنا استطاعة بفضل الله أن نسقط مديرية ذي نعم، بس نقص العتاد والسلاح وعدم وجود الطيران وعدم وجود الذخائر الكافية، هذه الذي ما تجبرنا للانسحاب. أعداد المقاومين كافية؟ أعداد المقاومين كل أبناء المنطقة عند التحرير تقوم كلها مقاتلين. لأن البيضات أعرف وعلى ما شد العلم أن له ليس له أي حاضنة. أنا يعني أقول لكم وأطلعكم أني باستطاعتي بمقاتلين المقاومة وبالشرفاء الذين داخل المديريه، مديريه ذي نعم والبيضاء بشكل عام، ان قادرين لاسقاط جميع المواقع واسقاط مديريه ذي نعم في يوم واحد بفضل الله باذن الله اذا وفقنا الله، لكن ما نقدر نثبت. قد سبق وسالوني هذا السؤال من قوات التحالف، قلت انا عندي استطاعات باذن الله بفضل الله ما نقدر نسقط المديريه، لكن الثبات لن نقدر نثبت قدام العدو. تعزيزات كبيرة من العدو، ولا نهم تعزيزات العدو كأفراد، لكن يهمنا كله مصلحة يعني الساكنين في القرى، انه عندما نهجم عليهم مجرد ما نهجم عليهم على موقع يقوموا يضربوا على المنازل، ما بالك عندما نسيطر على مركز المديرية بشكل عام، سيقصفون البيوت ويهدوا بيوت فوق الساكنين. صحيح. الامنين، وهذا كل ما يؤخرنا في ولذلك ما تقوم به المقاومه وتكتيكات واستراتيجيه المقاومه في البيضاء هي تكتيكات قويه وتدخن الانقلابيين بشكل كبير، لكن عمليه التحرير والتمدد لابد ان تاتي في سياق المعارك المتكامله والامداد وخطوط الامداد كما ربما يقول عسكريون.
معنا احد الان عبر الهاتف ايضا. تفضل الاستاذ ناصر. دعني اؤكد في هذا البرنامج ان هناك نقاط يجب ان نضعها. اولا صراعنا مع هذه الميليشيا منذ اول يوم في محافظة البيضاء، نحن لم نرد ان يكون هذا الصراع طائفي، هم من يحاولوا ان يزرعوا هذه الفكرة، نحن صراعنا معهم في وفي بقية محافظات الجمهورية هو صراع سياسي، هم ميليشيا انقلابية انقلبت على الشرعية وانقلبت على الدستور وانقلبت على مخرجات الحوار. وإذا ما وجدوا حتى الدولة لو وجدت من هؤلاء شيء من التعقل والعودة إلى الأسس المرجعية للحوار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكنهم فوق هذا هم من يزرعون الطائفية، هم من يزرعون الحقد الطائفي بين أبناء الوطن، وهذا الشيء مرفوض. الشيء الثاني في محافظة البيضاء مثلها مثل بقية المحافظات، معظم محافظات الجمهورية ليس هناك أي قبول لهذه الجماعة، كلنا يعلم أنه ليس هناك حاضنة لهذه الجماعة، وخصوصا بعدما عانى أبناء الشعب اليمني خلال عام ونصف من المعاناة الاقتصادية والأمنية والمعيشية وفي كل مناحي الحياة، أصبحت هذه الميليشيا أكبر كارثة تحل على أبناء الشعب اليمني، وأقولها بالفم المليان أنهم أكبر كارثة على أبناء الشعب اليمني بما مارسوه من قتل، بما مارسوه من تفجير المنازل، بما مارسوه من قطع الطرقات، بما مارسوه من اختطافات، وبما مارسوه من تضييق على حياة الناس في المعيشة وفي غلاء الأسعار وأشياء كثيرة. طيب. الشيء الآخر دعني أكمل الفكرة، الشيء الآخر في محافظة البيضاء لأنه نريد أن نضع النقاط على الحروف. طيب. في محافظة البيضاء المقاومة تقوم بدورها وسيكتب التاريخ، وأقول هذا أمام الملأ، أن التاريخ سيكتب في يوم من الأيام كيف لهذه المقاومة البطلة أنها صمدت عام ونصف بهذه الإمكانيات البسيطة أمام هذه الآلة العسكرية. صحيح صحيح. ولذلك نريد أن نختم معكما أيضا عن يعني عملية تحرير البيضاء وما أعد لها أيضا من جيش وطني بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، سنطرق هذا الموضوع في الدقيقتين الأخيرتين معكما. الآن أخذ فقط على السريع اتصال أخير من إبراهيم محمد. تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام، أهلا. أولا شكرا لأخينا وقائدنا القائد أبو جبر أحد قيادات المقاومة الشعبية وقائد جبهة دينام على ما يسطره أبطال المقاومة الشعبية ويسطرون أروع الملاحم ويتكبدون الميليشيات الحوثية خسائر فادحة. أيضا شكرا للأستاذ ناصر الشريلي على تغطياته للمقاومة الشعبية. أخي الكريم، نحن لا نريد من المقاومة الشعبية، هي قدمت ما لم يقدمه أحد وسطرت أروع الملاحم. اليوم الكرة في مرمى الشرعية، ما هو لماذا لا تتواصل مع القيادات المقاومة الشعبية من أجل توحيد جبهة المقاومة لتحرير المقاومة؟ هذا الشيء لم تقم به المقاومة سواء عبر محافظ المحافظة أو عبر قوات التحالف أو عبر حتى الجيش الوطني. هذا سؤال يجب أن يوجه إلى الشرعية، ماذا تنتظرون من قيادات المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء؟ ألا يجب عليكم استدعائهم ووضع خطط حقيقية لتحرير المحافظة وتلاحم الجبهات واصطفادها؟ هذا الشيء في مرمى الشرعية. أما قيادات المقاومة ورجالها فهم يسطرون أروع الملاحم، فلهم تحية وشكرا وتقديرا منا جميعا. لك التحية إبراهيم. في الدقيقة الأخيرة شيخ، الآن تم إعداد معسكر تقريبا ولواء لأبناء البيضاء، المقاومة متواجدة أو موجودة داخل الميدان في أكثر من جهة، كيف تنظر إلى تحرير البيضاء في هذا الإطار؟ بفضل سريع. الله إن شاء الله، وبفضل الله وبصدق الصادقين من الميدانيين في الميدان والعسكريين في اللواء إنهم سيلموا شملهم ويتواصلوا مع بعضهم البعض، وما تكلم به إبراهيم محمد هو الأهم. نريد بشارة للناس أيضا إن شاء الله الأيام القادمة هو تطرق وقال لماذا ليش الشرعية ما تتواصل مع قتل الجبهات. فعلا الشرعية إن الله إن إليه راجعون، إيش سبب تأخرهم ولا يتواصلوا معنا كقادة جبهات كأنه في معهم قيادات على كيفهم؟ إذن لعل في قيادات على كيفهم في يواصلوا على كيفهم، فإحنا موجودين لا يمكننا نرتفع من قتال الإنقلابيين. يبدو واضح لدى الشرعية في إدارة بعض الملفات، لكن كلما ترك هناك وقت كلما إن شاء الله تجاوزت مثل هذه الأمور. نلتمس لهم العذر. إذا تفضل ناصر. النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها حتى لا نخرج من هذا البرنامج بلمحة تشاؤمية، يجب أن نزرع التفاؤل، التفاؤل بأبناء المحافظة بأبطال المحافظة الصامدين، والتفاؤل أيضا بأن هناك اهتمام من قيادة التحالف ومن الشرعية. أنا سمعت أن هناك تحركات
إن شاء الله تنتج في القريب العاجل تحرك لهذا اللواء للمساهمة في تحرير المحافظة وغيره من الألوية التي موجودة. يعني مجرد أيضا إيجاد لواء لأبناء البيضاء شيء جيد، وطبعا شيء يبعث على التفاعل. ما نريده فقط أن يتم إعداد هذا اللواء عسكريا من الناحية العتاد ومن الناحية اللوجستية، وإن شاء الله النصر قادم. شكرا لك الأستاذ ناصر الشليلي الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمحافظة البيضاء، للمجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء. شكرا جزيلا، يتكرر معي هذا الخطأ، شكرا جزيلا لك. أيضا قائد المقاومة بجبهة ذي ناعم العمر بالبيضاء الشيخ محمد صالح الغنيمي، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا فيك. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، نعتذر للإخوة اللي تواصلوا معنا ولم نتمكن من استقبال اتصالاتهم حتى نطيح أيضا أكبر قدر ممكن من الوقت لضيوفي هنا في الاستوديو. تحية لكم أينما كنتم، أستودعكم الله وإلى اللقاء.